يعني كنت أعرف أنه اليوم انتهى بس بكرة شلون راح ينتهي. فما كان عندي شغل، ما كان عندي وثائق أثبت وجودي بها، كان عندي طفل منفصلة عن زوجي، عندي فترة طويلة ما أقدر أشتري مواد زيتية ولا أشتري قماش ولا أشتري خشب، رغم كل الظروف. هذا الشيء اللي موجود بداخله ما ممكن ينقتل. ضيفتي اليوم فنانة تشكيلية عراقية، المرأة تشكل دائما مصدر إلهامها وإبداعها. تعالوا معي لنتعرف على قصة فنانة المرأة بامتياز المقيمة بهولندا عفيفة العيد. المرأة حاضرة بقوة بلوحاتك الفنية. عادة مواضيعي ولوحاتي بها موضوع وليس مجرد فيجر موجود في اللوحة، وإنما موضوع بفكرة وراء. أنا ربيت في عائلة يسارية عموما تقدمية، فعمليا وقدرت أثقف نفسي من صغري يعني بوجود كتب تاير مدايري. يعني أنا أعتقد هذا ينعكس أريد أو ما أريد على شغلي، وأعتقد المرأة كعنصر بالنسبة لي مهم جدا لتوصيل فكرتي. لماذا؟ لأنه فيها مرونة خاصة كفكر كشخص كإنسان. أنت عشتي بفترة الدراسة أيضا بموسكو بالمنفى، ما استطعتي أنه بعد تعودين للعراق، شنو السبب؟ صدر قرار من الحكومة العراقية أنه كل اللي ذاهبين رايحين في دراسة ومحصلين على مقاعد دراسية المفروض يرجعون للعراق يسوون المعاملة من جديد. فإحنا فهمنا أنه هذه القضية هي مثل يعني خدعة من الحكومة حتى إحنا نرجع وبعدين ما نطلع يعني بالنتيجة. وراها فترة صدر قرار أنه اللي ما نفذ هذا القرار واللي ما رجع للعراق حتى يأخذ موافقة يعتبر ساقط عن الجنسية، فبالنتيجة أنت علاقتك بالعراق وبالوطن انتهت. كيف أثرت هاي التنقلات اللي عشتيها بين دول مختلفة على الصعيد الشخصي؟ كان عندي فترة صعبة أنه أنا أقدر أستمر بحياتي، يعني أنا أقدر أوفر قوت يومي، كان صعب أقدر أوفر حقيقة. يعني كنت أعرف أنه اليوم انتهى بس بكرة شلون راح ينتهي. فما كان عندي شغل، ما كان عندي وثائق أثبت وجودي بها، كان عندي طفل منفصلة عن زوجي، بالنتيجة مسؤوليتي الكاملة هو ابني الصغير، كان صغير جدا. فبالنتيجة يعني هاي كلها أكيد ممكن تأثر، بس مع ذلك أنا حاولت أدبر حالي يعني لحد ما اشتغلت مع فنانين إيطاليين كأسستنت حتى أدبر عيشتي، يعني أحاول بالوقت الضئيل اللي يبقى لي أنه أحاول أرسم اللي أنا أفكر فيه. في الوقت اللي ما عندي مواد للرسم مثلا، في فترة كان عندي فترة طويلة ما أقدر أشتري مواد زيتية ولا أشتري قماش ولا أشتري خشب، أنا أعتقد رغم كل الظروف هذا الشيء اللي موجود بداخله ما ممكن ينقتل. أنت لازم تشتغل عليه، أنت لازم تحتفظ به وتنتظر الفرصة المواتية، وأكيد راح تأتي يعني هذه الفرصة المواتية. الأمم المتحدة هي اشترت إحدى لوحاتك، حدثيني عنها، ليش اشترتها؟ اشتروا من عندي لوحة اسمها أن تكون امرأة واعتبروها جائزة، كل سنة تفوز امرأة، يعني 10 سنين انتقلت اللوحة ب10 بيوت. هذه اللوحة كانت تصور نساء اثنين، امرأة لابسة ملابس حديدية مثل القرون الوسطى، والمرأة الأخرى هي اللي مجرد ظهرها موجود بس بدون رأس، يعني امرأة جميلة جسد جميل وكل شيء جميل بس رأسها مقطوع. أوكي، ليش رأسها مقطوع؟ لأنه معناتها أنه ليس هناك ضرورة للرأس، ليس هناك ضرورة للفكر، ليس هناك ضرورة لأنه تفكر عمليا. ما هو تعريفك أنت كفنانة وكإنسانة ناجحة للمرأة القوية؟ المرأة القوية لازم يكون عندها هدف، أعتقد أهم شيء الهدف، تكون عندها إرادة وتستمر بطريقها، يعني تستمر بالهدف اللي هي خلتها قدامها، يعني ما تتوقف ولا تتراجع
وأن تملك الشجاعة الكافية. هذه كانت قصة نجاح عفيفة العيبي. شاركونا قصصكم وتابعونا دائما على DW عربية، وشاركني قصة نجاحك على الإيميل اللي ظاهر الآن على الشاشة. يمكن تكونين أنت بطلة لأني امرأة في الحلقات القادمة. وتذكري دائما، لأني امرأة أستطيع وأنت أيضا.